العمل القومي ومناهضة التطبيع، علش الموضوع هذا بالذات تويك في الفترة هذه؟ الموضوع هذا بالذات في الفترة هذه بالذات لأن بلدنا يوجد الآن في تقاطع يتعلق بتحديد التوجه الذي سيأخذه بلدنا على إثر ثورة 14 جانفي. مضمون يدعو ويعمل على أن يستمر البلد في علاقاته القديمة باتجاه أوروبا، باتجاه الثقافة الفرنسية، باتجاه اللغة الفرنسوية، باتجاه المحور الأمريكاني، وإما أن البلد يعود إلى أصله ويبحث عن أصوله. نقبل الاستثمار على أن يكون ذلك الاستثمار ليست له أهداف غير أهداف اقتصادية أو أهداف تجارية، بمعنى أن لا تكون للاستثمار الأجنبي وللتدخل الأجنبي أي أهداف سياسية يمكن أن تمس بسيادتنا أو بقرارنا الوطني أو بانتمائنا القومي. اتضح أنه عندنا ليس غريبة واحدة، في كل تقريبا محافظة هناك غريبة. مؤخرا تحدثوا عن غريبة جديدة في نابل، وتحدثوا في السابق عن غريبة في جهة المتلوي، وقد يتحدثون عن قريب عن غريبة أخرى في جابس أو في الكاف أيضا. فهؤلاء هدفهم ليس هدفا دينيا عاديا بسيطا، لا، هدفهم هو اختراق هذا البلد. القضية هي أن كل الجاليات اليهودية الموجودة في كل الأقطار أصبحت هذه الجاليات همزة توصل مع الكيان الصهيوني. هذا نرفضه ويرفضه الشعب التونسي، ولن ينجحوا، لن يمروا أبدا. تونس عربية وستبقى منتمية إلى إطارها العربي، منفتحة عن بعدها الإنساني.